وسهلا فيكم بريفيو جديدة. معكم جاي و this is جاي فيب. خلينا نحكي عن برودكت اليوم. اللي عن البرودكت اللي عنا اياه هو ال RDA, اسمه ناست من شركة اريس فيبر و نيتشر فيب. خلينا نشوف الباكج كيف بيجي. هذا الباكج من ورا طبعا كاتبين لنا كل شي بيجي بقلب العلبة. فيكم تعملوا بوز وتقروا. هلا انا حاخدكم فرجيكم شو بيجي بقلب العلبة بالتفاصيل. طبعا على الجنب نيتشر فيب اريس فيبرز. خلينا نفتح العلبة. سو اول شيء بيطلع لنا كتيب المعلومات يوزر مانيوال, وبيطلع لنا الوارنتي كارد شهادة الكفالة. خلينا نشوف شو بيجي بقلب العلبة. اول شيء على الجنب بيطلع لنا المفك, وبيطلع لنا التول او القطعة اللي بنستعملها لنطعج عليها الكويل. خلينا نشوف شو بيجي كمان بهالميلة من هون. اول شي عنا كانت الكويل, عنا اكتر من نوع طبعا بالكويل. عنا ستانلس ستيل كويل, عنا نايكروم كويل, عنا كيس بيجي بقلبه اورينجز ورغي اكسترا, وعنا طبعا كيس بيجي بقلبه القطن اللي حنستعمله. كل هول حنستعمل النايكروم هلا, الباقيين كلهم ما حنستعملهم. خلينا نشوف ال RDA نفسه. اوكي, هي حط كل شيء على جنب. نحكي عن ال RDA. طبعا بيجي بلون فضي او بلون اسود. خليني اعمل زوم. اوكي, سو هيدا هو ال RDA. طبعا عليه شعار الاسم ناست, بس لانه هيدا لون بلاك مات فما كتير ببين. خلينا نحطه على مود نشوف الداك من جوا كيف. اوكي, الاورينجز طبعا بعدهم جديد. سو هيدا الداك من جوا. خلينا نرجع له. هيدي التوب كاب من جوا مثل ما كنتم شايفين فيها. هيدي الستوب هون منشان يعمل لوك ال RDA. طبعا موجودة على الميلتين. عنا 810 دريب تيب, والاورينجز موجودين من جوا. طبعا فيكم تستعملوا حي الله دريب توب, بس هاي دريب توب شكلها جدا ممتاز على هيدي التوب كاب. وهيدا ال RDA من جوا. هلا هاي بتنشيل. اوكي, خلينا نشيلها. هيدي اللي رح نبني الكويل بقلبها مثل ما نكون شايفين. هلا رح اعملكم كويل بيلد لتشوفوا كيف نعمل كويل. وهيدي هي الفكرة. الفكرة انه this is a nest. طبعا عنا positive negative. الكويل بيجي بالنص وبعدين بنحط قطن. خليني افرجيكم كيف بنعمل بيلد. لنعمل بيلد رح نعوز طبعا الكويل اللي او التول اللي بنطعج عليها الكويل. خلينا نشيل الكويل عشان نعرف نفتح الكيس. اوكي, سو هنستعمل نايكروم. هذا هو نايكروم كويل. اوكي, راح نستعمل القطن اللي هن عاطينا اياه. طبعا في نوعين من القطن بالكيس, راح اشرح لكم ليش نوعين. اول شيء بدنا نجيب هذا القطن بهالشكل, نحط الكويل عليها بهالشكل على الجنب, ومنجيب هاي القطعة ومنطعج بشكل دائري الكويل عليها. منرجع اللي بنعمله انه وكتير صعب البلد على الكاميرا دغري, بس رح نجرب المستحيل. اللي بنعمله انه منلف
القطن أو بقية القطن حوالين الكويل بهذا الشكل. طبعا إذا مشان ما يطلع كتير سميك البلد منشيل الباقيين منا بحاجتهم. نرجع منجيب القطع الأساسية اللي بتركب بقلب الـ RDA منفوتها بهذا الشكل وبنبرم بنفس برمة عقارب الساعة لحتى لي يركب بهذا الشكل. اوكي، هلا اذا طلع عنا شوية قطن زيادة مثل ما شايفين هون فينا طبعا نقصهم. صار عنا بهذا الشكل. هلا اللي لازم نعمله انه نخلي النيجاتيف والبوزيتيف بالكويل بمكان يكون في سبيس، يعني ما يكونوا على الحديدة من هون مشان ما يعملوا شورتج. نرجع بناخد اول وحدة نطعجها والتانية نطعجها بهذا الشكل. بعد ما نكون خلصنا بناخد القطعة كلها مثل ما هي بهالشكل ومنحطها بقلب ال RDA وبنلبس. هلا في شغلة ملاحظين هون في O-rings لحتى اللي تركب بشكل ثابت من جوا بهذا الشكل. هلا اللي بنعمله نجيب المفك وبنفتح البراغي لأكبر أو لأعلى مكان ممكن من دون ما ينفكوا البراغي كليا. نرجع عن طريق التويزر بناخد أول كويل أو أول ميلة، طبعا بدنا نضلنا كامشين هون مشان ما يرخي الكويل، وبنلفها حوالين البرغي وبنطعجها لجوا وبنعمل نفس الشي بالميلة التانية. اوكي، بعد ما نتأكد انه راكبين صح بنشد البراغي نتأكد انه كل شي راكب محله. نتأكد مرة تانية بنشد البراغي على الاخر بعد ما يكونوا ركبوا البراغي محلهم. ساعتها فينا نشيل هيدي القطعة، بطلنا بحاجتها. هلا منروح منقص الكويل الباقي اللي منا بحاجته بهالشكل، وطبعا منقص الميلة التانية، وهيك بيكون الكويل جاهز. طبعا فينا نكبس هون نتأكد انه كل شي راكب محله، واهم شي نتأكد انه من ميلة جوا هون الاثنين بعاد عن بعض ومش دائرين ببعض ابدا. اوكي، هلا نجي للقطنة الزيادة اللي بنعمله. فيكن طبعا تستعملوها، فيكن تستعملوا حيلا قطن من عندكن، بس كونهم هني عاطينا القطن من عندهم فرح نستعمله. هلا حتشوفوا شو رح نعمل فيه هذا القطن. بنقص بهالشكل، نحط الواقع على جنب، بناخذ هاي القطنة وبنفتح طبعا قد ما فينا بنوسعهم عن بعض. واللي بنعمله انه بناخذ هالقطنة فينا نكمشها بتويزر ونحطها بهالشكل ومنكمل نحط الباقي بهذا الشكل. واللي حيكونوا مثل الريزرفوار تبع الجوس. اذا حسيتوا ان القطن كتير طبعا فيكن تقصوا الباقي اللي نحنا ما حنكون بحاجته، ونرجع بنتأكد بنحط كل القطن جوا. هلا في حال طلع عندكم مثلا مثل ما طالع عندي هون انه في مسافة صغيرة او في مسافة منا كتير معبية بالقطن، فينا ناخد قطن زيادة بهالشكل ونحطه بهالشكل هون. اوكي، صار عنا نست معناتها بالعربي مثل عش العصفور. اوكي،
صار عندنا تقريبا مثل عش عم يحمي هذا الكول من تحت. هلا لما تشوف كيف بنحط الجوس، الجوس اللي حنستعمله طبعا هو الدينر ليدي ليمون تارت. انا كتير معود على هذا الجوس، هو مفروض ياخد طعمه ممتازه وهيك بقدر اقيم الطعمه. هلا اللي بنعمله بكل بساطه، خلينا نشوف اذا في شيء بعض من القطن طالع لبرا فينا نشيله لحتى ما يكون عنا اشياء زياده. بهالشكل صار كل شيء تمام. بناخد الجوس ومنعبي قد ما فينا هون، طبعا رح يتشرب كتير جوس. بنضلنا عم نعبي لنتأكد ان القطن اللي جوا، منعبي على الجنب طبعا ما منعبي بالنص، بس اللي حيصير انه هذا القطن اللي من هالميلة رح يتشعب بالجوس، والقطن اللي حوالين الكويل كمان رح يتشعب بالجوس. فبنضلنا عم نعبي جوس لنحس ان القطن اللي جوا صار لونه او صار شكله مبين انه معبى جوس. وصدقوني حياخد كتير جوس، يعني قد ايه صرت حاطط لهلا وبعد بحس انه ممكن حط بعد جوس. نضلنا عم نعمل هيك لنتأكد انه القطن اللي حوالين الكويل كمان صارت مشبعة بالجوس. لاحظتوا قد ايه صرت حاطط وبعده القطن عم يتشرب الجوس، يعني بعد في محل لنحط بعد الجوس. بس تحسوا انه خلص فول فيكن ساعتها هيك بتكونوا جاهزين. من بعد هيدا طبعا منجيب التوب كاب بنركبها بهذا الشكل وبنبرم لنتأكد انه ركبت محلها على الاخر. اوكي هلا ركبت، وطبعا بنفتح الهواء على الاخر. صار الار دي اي جاهز. هلا صار فينا نحطه على مود، قريته على 0.3 فوكس. اوكي قريته على 0.3 وعلى 30 واتس عطتني ريكومنديشن. هذا كان كيف بنعمل بيلد للنست ار دي اي. خلينا ناخذه لفوق نستعمله واعطيكم رايي فيه. اوكي رجعنا مع النست ار دي اي من نيتشر فيب واريز فيب. هيدا منه حيلا ار دي اي، هيدا اختراع جديد بالفيب. صرنا زمان عم نشوف اشياء عم تتكرر وتنعاد وبيكون فيها تظبيطه صغيره من هون صغيره، هذا شيء ما دخله. هذا بكل بساطه الكولز اللي هن مش اجا شال التركيبه كلياتها، عمل لها مثل غلاف صغير كتير، جاب ار دي اي مثل علبه مبرومه اذا بدنا نشرح، حطها بالنص، حط حواليها قطن وتشتش القطن من حواليها، ومن هون اجت تركيبه الناس او هو عش العصفور. اوكي الاختراع كتير حلو، فكرة كتير جديدة ما حدا عملها من قبل. اوريدي هذا الكون احنا كلياتنا بنستعمله بالار دي ايز، عم نستعمله بدريبر ار دي اي. الحلو انه ما فينا نعمل دريب من فوق، لازم نشيل التوب كاب مثل ما شايفين ونتشتش القطن اللي موجود حوالين الكويل اللي بالنص، وهيك بيتشرب الكويل، بيتشرب القطن، الكويل بيتشرب الجوز بهالشكل. خلينا ناخذ فيه، عم بستعمله على 45 واط، عم بستعمل الكويل اللي هو النايكروم اللي اجى بقلب العلبة، وعم بستعمل الجوس اللي هو الليمون تارت من دينر ليدي. ليه عم بستعمل هذا؟ لانه انا بعرف طعمته كتير منيح، سو بعرف اذا حياخد طعم كتير منيحة ولا لا. خلينا ناخد فيه. طبعا عم بستعمل فتحة الهواء، نص فتحة الهواء لانه في كتير هواء. هلا طعمي ممتاز صراحة والدخنة كتير حلوة. الحلو بهالار دي اي انه ما عم نرجع نكرر نفسنا من ار دي اي لار دي اي او نزيح البوست شوي. حلو انه في اختراع جديد نازل بالسوق اللي هو، يعني انا عندي كاتيجوري فيها دايما الاشياء الغريبة العجيبة، هيدا يمكن احلى شيء لحديت هلا عندي اياه بالكولكشن اللي هو اختراع غريب بالفيب. بس
ما كل الاختراعات بتنجح، هلا عم ناخذ طعمه ممتازه صح، عم ناخذ دخنه مثل ما انكم شايفين، والدريبينج فيه كتير حلو انه منشيل التوب كاب ومنتشتش الكويل القطن اللي حوالين الكويل اللي بالنص وذاتس ات، نرجع بنحط الكاب وخلصنا. والاحلى من هيك انه لو بتركها لبكره ما في ولا اي ليكج رح ينزل من ال RDA. سو طعمه ممتازه، دخنه ممتازه، فكره اختراع كتير حلو، ما في اي ترويح للجوز. شو بدكم بعد؟ خليني اخذ فيب مره تانية. وأرادي كانوا كتير كرمة بقلب العلبة، يعني مثل ما شفتوا بالكلوز اب عطينا نايكروم، عطينا ستانلس ستيل كويلز، عطينا كانتل كويلز، عطينا قطن اللي بنحطه على الجنب، عطينا مش ستريبس اللي بنلفهم قطن اللي حوالين الكول، عطينا كل شيء بالكول. واذا حابين تشتروا فيكم مثلا تشتروا هاي العلبة، بيجي بقلبها 10 مش كويل مثل ما نكون شايفين، اوكي. واذا حابين تشتروا قطن كمان لتلفون حوالين الكويل فيكم تشتروا هاي العلبة، وبيجي فيها 10 قطن، ومثل ما شايفين شو بيجي معها، بيجي معها 2 كويل اوريدي جاهزين. سو كمان كاكسسوري جماعة حاضرين، عم يعطونا مش بس اختراع، عم يعطونا طعمة ممتازة، عم يعطونا طريقة جديدة لنستعمل المشكول اللي عادة عنا اياه بال RTA نستعمله ك RDA dripping. يعني بكل بساطة إذا بدك تغير الطعمة بتشيل القطن بتحط قطن جديد وترجع بتحط جوس جديد اللي بدك إياه، وهيدي هي بتستعمل طعمة جديدة. سو إذا بدي أقيم هيدا ال RDA صراحة تقييمه حيكون شوي غريب، لأنه ما فيك تقيم شيء جديد ما له منافس. أعطوني منافس واحد لإله، أعطوني حدا عامل هيك شيء ك RDA مش ك RTA، ما في له منافس. سو ما في أقيمه صراحة، في حطه إذا بدي أقيمه بكاتيجوري تبعيت الاختراعات الجديدة اللي نازلة بالفيب أكيد بعطيه 10/10، لأنه ما حدا مفكر بهيدي الفكرة من قبل. وإذا أنا غلطان بليز حطوه بالكومنت إذا في شي RDA بيستعمل نفس الطريقة، سو بليز خبروني. سو هذا كان كل شي بالنسبة للنست RDA من نيتشر فيب وأريز فيبرز، وبشوفكم بريفيو جديد.